أنا ولدت في مدينة الحد سنة 1945، وتعلمت في مدارس الابتدائية والإعدادية في مدينة الحد، ثم انتقلت إلى المحرق للتوجيهي، الصف التوجيهي، ثم إلى المنامة، وتخرجت من التوجيهي سنة 1964. ولله الحمد يعني والدي كان عنده يعني اسطول بحري يمارس أعمال صيد اللؤلؤ ونقل المسافرين من البحرين إلى السعودية أو إلى قطر والإمارات في بعض الأحيان، فاكتسبت خبرة بحرية وكنت أرغب يعني في تنمية هذه الخبرة. فكانت هناك فرصة من ميناء سلمان، كان في مجال للالتحاق بالعمل في ميناء سلمان كمتدرب بحري، فتقدمت لهذه الوظيفة والحمد لله تم قبولي مع 3 أشخاص من زملائي. فتدربنا في ميناء سلمان يعني لمدة 6 شهور بس للاطلاع على كيفية قيادة القاطرات البحرية التي تساعد رسو وإبحار السفن من ميناء سلمان. فكانت خبرة يعني لا بأس بها، ثم ابتعثنا إلى المملكة البريطانية لتدريب الثيوريتيكال، شو اسمه، التدريب الدراسي ثم العملي. يعني بقينا في لندن في ساوثامبتون، في منطقة اسمها ساوثامبتون في جنوب بريطانيا لمدة 3 شهور نستقي التعليمات البدائية، ثم رجعنا إلى البحرين لمدة شهر على أساس أن ننتقل للتدريب العملي على ظهر السفن. فالتحقنا بشركة اسمها P&O اللي تنقل المسافرين من البحرين إلى الهند وباكستان والعراق للتدريب على سفن التي تنقل المسافرين. فالحمد لله تخرجنا كلنا في سنة 1970. فرجعنا للبحرين ومارسنا التدريب العملي لقيادة السفن في البحرين، يعني كمرشد بحري نأتي بالسفن من البحر إلى الميناء، ثم بعد تفريق حمولتها في اليوم الثاني أو الثالث نأخذ السفن البحرية إلى البحر مرة ثانية. أنا قضيت حوالي 3 سنوات وشفت المجال التجاري مفتوح في مملكة البحرين، لأن ما كانت هناك شركات وطنية بحرية. فتم يعني الاجتماع مع بعض الأخوة في مملكة البحرين اللي هم بدر يحمن جيجسو، كان هو يعني مثل ما تقول جدا شاطر في الأعمال في المبيعات، وحسن عبد الله الصباح كان في أبو ظبي وكان مهتم في الأمور المالية. فإحنا وأنا عندي خبرة بحرية، فكوننا من نوع اللي يعني المجموعة القوية وعندها أفكار جيدة. يعني ما كان عندنا المال نشتري، فأنا استلفت مبلغ من أحد أقربائي، اشترينا صندل بحري اللي هو نسميه دوبة إحنا في البحرين، كانت قديمة، اشتريت من واحد كويتي 20,000 دينار في ذيك السنة 1974، يعني ما كان عندنا فلوس لكن المبلغ وكان أنا خاطري أشتري سيكل بالأول حق المدرسة. قال لي يدي إذا تبي سيكل دش القوس، كانوا يعني شجعون تبي سيكل دش القوس. والدوبة اللي شريناها القديمة أجرناها على شركة كورية كانت تعمل في بناء الحوض الجاف، في اليوم أجرناها ب100 دينار، يعني أكثر من راتبي. فالحمد لله استمرت العملية، ويعني وكانت فلوس تيجي بقزارة. فاشترينا جرار عشان يساعد الصند البحري، وتضاعف الدخل. اشترينا سفينة اللي هي تعني بتزويد المنصات البترولية في البحر في الخليج العربي والبحر العربي، سفينة قوتها يعني حوالي 3,000 حصان، و شريت بحوالي 300,000 دينار من الكويت، وجبناها في البحرين. والحمد لله من أول يوم اشتريت اتصلت فيني شركة فرنسية تعمل في أبو ظبي، قالوا سمعنا أنك اشتريت السفينة هذه وإحنا نرغب فيها لأنها مو موجود مثلها. فاتفقنا على السعر اللي كان حوالي 450 دينار باليوم، فهذا مبلغ يعني خيالي بالنسبة لنا. فيعني تمت ما شاء الله الفلوس يعني تترافد علينا بشكل رهيب، يبين علينا الثراء بسرعة يعني، وكان الحمد لله يعني توفيق من الله. فاحنا شكرنا هالنعمة هذه بأن
قمنا بأعمال خيرية. أولها كان يعني أول العملية بناء دار لكبار السن أو المتقاعدين في مدينة الحد، لأن شعرنا أن لهم، يعني بالنسبة لي يعني شعرت أن لهم حقوق علينا، لأن هذول اللي وقفوا مع أبوي ويدي في أعمال القوس، كان يدي يعني عنده سفن كثيرة حوالي 20 إلى 30 سفينة للإبحار لأعمال القوس في فصل الصيف لصيد اللؤلؤ وبيعه، وأبوي كان عنده سفن لنقل المسافرين من البحرين إلى السعودية وقطر والإمارات. فلكن ذيك يعني المهنة ضعفت بعد ما أنتج اللؤلؤ الياباني، وأنا طورت من عملية من سفن خشبية إلى حديد، يعني عمر أكثر وأقوى. فالحمد لله بنينا دار يوكل رعاية الوالدين سنة 1995، وانضم لها كبار السن يعني، وطلعت سمع يعني صيت وسمعت بسرعة من خلال وزارة العمل، لأن كانوا يتابعون. أول مقلد الحين، أول دار تفتح في مملكة البحرين أو في الخليج العربي هي دار يوكل رعاية الوالدين. الحين يمكن في 23 أو 25 دار في منطقة الخليج، يعني كان يعني يتصلون فينا من الإمارات ومن الكويت، وحتى وفد من مصر يلي دار يوكو. وأرجوك أن تزور دار يوكو وتشوف في المديرة اللي زارت موجود، اللي كانت أول من تأسست الدار اسمها ريما شمس، هي كانت نشطة ويعني ما شاء الله عليها، وليل حين نشطة وتعمل على يعني القيام بأعمال الدار على أكمل وجه. المهم أن أنا بعد دعوني في الكويت من خلال طبعا وزارة العمل، كان وزير عبد النبي الشعلة الله يرضى عليه، فرحنا الكويت وتم تكريمي على هالأعمال الخيرية اللي نقوم بها. وبعدين رحت الإمارات وكرموني في الشارجة بعد الشيخ سلطان، أعتقد حاكم الشارجة. يعني الدار عاد نمت عندنا أفكار ثانية، فقلنا ما دام سوينا الدار لكبار السن يعني ولاقت تجاوب كبير من الدولة، يعني حتى المرحوم رحمة الله عليه الشيخ خليفة بن سلمان زار الدار يعني وأشاد به وحطوا صوره في الجرائد وكل شيء. بعدين لما توفى الأمير رحمة الله عليه الشيخ عيسى ملك مملكة البحرين الحالي، زار الدار لما كان ولي العهد يعني قبل وفاته يعني، وكان يشيد بمنظومة الدار وعملها. فالحمد لله يعني الدار تلقت دعم مادي كبير من سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان رحمة الله عليه قبل وفاته، ومن الملك الحالي لما كان ولي العهد. فبعدين تم في مدن البحرين استنساخ العملية في محرق وفي المنامة وفي الأماكن الثانية. أي نعم، مثال للعمل الخيري. فاحنا بعد نمينا الفكره، قلنا ليش ما نساعد يعني ذوي الاحتياجات الخاصه، كانوا يسمونهم في الاول المعاقين، يعني اللي عنده تعثر في الكلام، اللي عنده تعثر في المشي، اللي عنده تعثر في حركه الايادين. فكنا بدال يعني قلنا بدال الابو او الام يجلس مع الطفل في البيت يعني ما يقدر يخليه يروح المدرسه لانه معاق، فاحنا ناخذه نعلمه كان نسوي لنا مدرسه للذوي الاحتياجات الخاصة، اللي ما يقدر يمشي يقدر يقرأ يقدر يكتب، واللي يد اللي مثل اليمنى واليسرى معاقة يقدر نعلمه باليد الأخرى يكتب. فحسن واللي ما ينطق حسن النطق عندهم، وكانت هناك السبورة الذكية يعني تساعدهم. سميتوها شنو؟ مركز الحد لذوي الاحتياجات الخاصة. هو أول مركز والله ما أدري يعني ما أقدر أقول لك، لكن ريما أو أستاذة بسمة صالح هي بعد مسؤولة عن الدار تقدر تفيدك، لأن من أول ما أسسنا لذوي الاحتياجات الخاصة يم بعضهم بعض. فيعني هالمركزين ما شاء الله يعني بعد يبون خير أكثر، نما شفنا الشركة تنمو بسرعة يعني، وكل أساسه فعل الخير، يعني أنت إذا تسوي خير تلقى خير، هذا شيء محتوم يعني، ما تعملوا من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجر. يعني أنا بعد لما شفت هذه تشجعت، قلت ليش ما أسوي حق الشباب اللي في الحد، أبني لهم نادي جديد. كان عندهم نادي صغير، نادي الحد شمال الحد كان قديم، فطلبت من الشيخ عيسى الله يرحمه أرض لإنشاء نادي. قال من بيبني؟ قلت لا إحنا بنبني. قال أنتم بتبنونه؟ شلون؟ قلت في طال عمرك في خير إن شاء الله، وأنت بتساعدنا بالأرض. قال إيش كبر الأرض تبي؟ قلت له مليون قدم يعني ألف
مليون وايد. قلت له طال عمرك مو وايد، لان حين الملاعب لازم مال اليد ومال الكره والباسكت والسله وبركه السباحه، نبي ندربهم على مستوى نطلع منهم شباب يعني عنده حيويه وعنده تطلع للعمل الرياضي، يطلع مركز البحرين على المستوى العالمي. وثاني شيء ننتشلهم من الجلوس على الاسياف وفي الاماكن المعتمه اللي يمكن تسبب ضرر حق الشباب كله. فقال بيض الله وجهك، فامر لنا بارض مليون قدم، والحمد لله استطعت انا استجلب اموال من اخواني من زملائي من معارفي، يعني كلهم من العائله تقريبا، ومن شركه يوكو. فبنينا اول دفن النادي، الارض تم دفنها، ايه دفنها، لكن تكفل به الديوان الملكي الاميري ذاك الساعه. الديوان قال كم دفنتوها، احنا لما شاف جديه في العمل فدفعوا لنا المبلغ الدفان. فانا بنيت المركز الاداري مال النادي، وحسن الصباح بن علي زميلي كان في الشركه بنى بعد قسم منه، وبدر قيقسو بعد ساهم بمبلغ، ومن العائله اختي بنت المسجد تبع الجامع اللي في ارض النادي. اي فالحمد لله يعني، فسلمنا لهم ومش العمل. بعدين عاد بقينا تميت ادور ايش بعد قاصر صندوق الحد، فاي قلنا نسوي صندوق حد خيره. ما كان عندهم اجازه، كان يبون الشباب احمد زمان وابراهيم عبد الله، ما يعني كانوا يتابعون الموضوع هاي، لكن مو محصلين ترخيص. فانا كنت عضو مجلس شورى في ذيك الاونه، كلمت الشؤون القانونيه فاعطونا ترخيص واسسنا صندوق الحد الخيري. ما عندهم مقر، بنيت لهم مقر يعني. وبعدين لما بنينا المقر قالوا ما عندنا مكان للعنصر النسائي، سوينا لهم مركز للعنصر النسائي. فما شاء الله بدا واعمالهم بين على مستوى الحد وغير الحد بعد، يعني ممكن تزورهم هنا. فبعد يعني تمت افكر شو، الحمد لله كبار السن سوينا لهم، المعاقين سوينا لهم، شو اللي بعد قاصر. فجاتني فكره حق الميتين رحمه الله عليهم، المقبره كانت مهترئه وتكرم يعني الكلاب الدش في داخل. فهدمت، تاخذت ترخيص من وزير العدل انا ذاك الشيخ عبد الله بن خالد رحمه الله عليه، ومن المحاكم الشرعيه. قلت لهم القبور القديمه اول شيء باجازه هدم سور المقبره واعاده بنائها، والقبور القديمه يعني اللي صارت، لان المقبره صارت جزئين جنوبي وشمالي، الجنوبي هو القديم ما يعرفون منهما. فقلت له ابي دفينا على بقايا دفين، ندفنها حوالي متر او متر ونص ونسوي قبور فوق القبور، فاذا تجيزون لي بسويها. قال انزين بيصرف عليها. قلت انا. قال الشركه. قلت له لا والله شيء شخصي انا اسوي بروح من عندي. فاعطوني، ناداني على الشيخ عبد الله بن خالد، قال لي تعال انت السور عباك سهل، سور يكلف فوق 100,000. قلت له مستعد له. قال عندك؟ قلت له الحمد لله، اللي تسوي خير تلقى خير، انا ابي طويل العمر ابي بسوي. فاعطوني اجازه، هدمت السور. البلديه بن خرايط يعني قالوا هات خرائط من السور. فانا باني بيت توني مسوي سور بيتي، جبت لهم خرائط مال بيتي. إيه وين اروح حق مهندس ما مهندس؟ قلت يلا اعطيتهم قبلوا سوينا السور. صبغ، قلت صبغوا مثل بيتي بعد نفسه. قال لي وحشون شي جبت سور بيتك صبغ؟ قلت يكون لي مت شني في حوش بيتنا يعني ما يتغير علي شيء. الله يسلمك. بعدين والله الدفان كلمت المنارتين، علي الشعب الله يرحمه وولده ميسان، قلت لهم نبي يعني دفان اذا تقدرون تعطونا رمل، احنا عندنا رمل شوي لكن اذا تساعدونا شهاس. قلت كذا كذا والله تبرع وعطونا الرمل. فبعدين داخل المقبره سويت، اول كانوا يمشون من بين القبور ويتعثرون، اخذت ترخيص من المحاكم الشرعيه ان اسوي ممرات على اساس يودون الميت يعني الى القبر. فسويت فيه ممرات من على الطول وعلى العرض، وابواب اربعه
فالحمد لله صارت مقبرة نموذجية، وزينت سورها كلها بالإنارة الكهرباء، وفي الممرات بعد إنارة أساس حتى لو في الليل ممكن دفن. لكن مع الأسف يو شباب شوي متعصبين كسروا الليتات وكسروا الإنارة الأرضية، قالوا ما يجوز. ليه سويت مظلة في الوسط عساس أنه يعني لو واحد يبي يجلس يقرأ قرآن، يعني في كراسي أربعة جهات مفتوحة كسروها من فوق لتحت. يا عيال حلال اشتكينا عليهم. بعدين قال أنا لا يعني قلت هاي ما يجوز. قلت لمن قال لك ما يجوز؟ الله يطول لي عمرك. يعني الواحد دفن ميت ما يبي يتقبل التعازي؟ إذا الظهر يوقف في الشمس لازم يبي مظلة. بعدين يعني قبلوا فسويت مظلة للتعزية كراسي عليها. فالحمد لله يعني الأعمال كل من سويت خير يأكل خير. أزين كبرنا سلمنا الأمر. الحين طبعا زملائي اللي كانوا معاي كل واحد راح أخذ نصيب من الشركة، لأن الشركة تفرعت شركة يوكم. اشترينا أكبر شركة للأعمال الخرسانة، شركة أوال للخرسانة، كانت حق كريمي وعلي بن إبراهيم كانوا يبون يبيعونها. اشتريناها احنا من عندهم وطورناها. وبعدين سوينا أسسنا مع حكومة رأس الخيمة شركة سيراميك رأس الخيمة ب25% ساهمنا، تنتج السيراميك يعني كل شو يسمونه هذا التالز نسميه احنا شو نسميه البلاط البلاط والماربل كل الرخام ما رخام. صارت أكبر شركة في مو بس الشرق حتى على مستوى أوروبا ليه الحين. شركة سيراميك رأس الخيمة. بعدين على الحكومة لما شافتنا سوت الشركة مساهمة، فذبنا احنا من كنا 25% الملاك لها صار نصيبنا شوي سهل، لأن قالوا لا نبيه رأس الخيمة بحت تقريبا، أنتوا تصيروا مساهمين بس. فالمهم الحمد لله. فبعدين هني لما عيالنا كبروا كل واحد بمنصب، فما يصير كل واحد يعني يوظف عياله، قلنا تعالوا كل واحد ياخذ قسم من الشركة. انا خذيت شركة يوكو هذه لاني دارس البحر، وحسن خذ شركة اول ريديميكس، حسن عبد الله الصباح، وبدر احمد جيجسو خذ شركة الهندسة يسمونها، لأنه هو خبير في يعني وكالات ما وكالات، يعني شاطر في الجانب هذه. فالحمد لله والكل هو على الجانب اللي أيوة والحمد لله، وكلنا الحمد لله موفقين إن شاء الله. أي نعم الحمد لله. بس أنا قلصت هني النشاط لأن طلعت شركات بحرية كثيرة مثل شركة أحمد منصور علي وعبد الله ناس وحجي حسن طلعوا شركة فنافستنا كثير يعني. وفي شركة بعد عبد النبي نسيت اسمه والله، كان في عبد الله الوردي ورحمه الله، وهي هذه فاروق لهم بعد الشركة نيشنال اسمها نيشنال سر. هو كان في عبد الله الوردي وفاروق ليه الحين موجودة عندهم شركة طلعت حول سبع شركات صارت الحين. فلذلك احنا خفضنا من كان عندنا حوالي 27 سفينة اللي قلصناهم الحين بس سبع، لأنه يعني ما تقدر تنافس. فوقفة المركب يكلف، حتى لو واقف يكلف في اليوم 400 دينار لو واقف وقوفه. إيه لأنه معاشات وتأمين وديزل جنريتر، هذه الديزل قادم إذا يتحرك بعد أزيد يعني على حجم المركب، مو يعني كل واحد خلنا نقول من 50 دينار ل 400 دينار يوميا. أي لكن الحمد لله يعني عملنا نفسه الكمية اللي كنا نجيبها أول في الشهر بال27 مركب كان يمكن حوالي 50,000 طن في الشهر، أحيانا نجيب بالست أو سبع قطع نجيب 100,000 طن شهريا. حجم أكبر هي الدوبة هذا الشيل 25,000 طن، كان بالأول الشيل 1,000 طن 2,000 طن 3,000 طن، بعدين صارت 10,000 طن، بعدين يبدو مراكب تشيل 18 20 25 ألف يبنى واحدة 30,000. لكن دخولها صعب الممر هنا، لأن على مر السنين القناة تنطمر ما في لها صيانة، يا ليت لها صيانة. فحاولنا نشترك مع الجماعة قالوا لا هاي
لازم تتكفل به الحكومة، احنا ندفع، يعني ما حد تعاون معنا، مع ان المفروض لو نتعاون وكلنا نشترك ونجيب حفارة تحفر بيكون في صالح احنا كلنا، بس ما حد يبي يدفع. المهم يعني الحمد لله والامور ماشية، وهذه حياتي وهذه قصتي، والله يبارك فيك. ان شاء الله عن ايام الطفولة مع الزملاء، اصدقاء الطفولة من ثانية. اي يعني ايام الطفولة يعني انا ما كنت نشط في يعني كنت انسان عادي، كنت يعني اخاف يعني انزلق في اي من مزالق الحياة، لان كانت الايام يعني ذيك الايام كله مع الوالد، كنت اكثر الاحيان مع الوالد، يعني اروح معه حتى البحر، كل الغوص دشيت مع الغوص اي راح ثلاثة اشهر وجيت وصلوا له اي شهر ونص ونرجع اظن حوالي 5 غوص لو بس فوق المركب. لا ما غوص، بس يدربوني يدزوني في البحر او يخلوني اجر على الغيص من تحت اجيب اللي فوق، او افتح المحار عشان اشوف اللؤلؤ اللي فيه. ايه اكبر لؤلؤه فتحتها؟ لا ما يخلونها هذه، بس افتح ما يخلونها اطلع اللي فيه، ممكن تطيح من يدي، فيعطوني يسمونه السحتيت هذا. ايه وكان انا خاطري اشتري سيكل بالاول حق المدرسه، قال لي يدي اذا تبي سيكل دش الغوص، كانوا يعني يشجعون تبي سيكل دش الغوص، قلت له ما فيه نقص ياكل، قال لا المحار في بعض ساعات يسمونه الفلقه يشيلون منها ويبقى شوي ما يشوفونه، لان اكبرهم كله كبار السن، فكنت اروح ابطل بعد يعني بعد هم ما يخلصون منه انا اروح افتح كل واحد واشوف اذا في شيء، فجمعت شوي لؤلؤ صغير يسمونه سحتيت، فجبته بعته على جدي واعطاني ذيك ساعه اظن 8 دينار او 9 دينار وشريته بسيكل ذيك الساعه، يعني كانوا يشجعون. بعدين كنت مع والدي اروح المنامه حق تجار زياده التجار جيدا يوسف ابراهيم جيدا الله يرحمه، والبهره كثير من البهره كانوا هم اللي يشترون اللؤلؤ بيت مصطفى في المنامه، وكنت ازور فرضه المنامه مع السفن اللي تروح تودي المسافرين للسعوديه، اروح مع ابوي احاسبهم كم من واحد وديته وش المشاكل اللي يعني كنت اسوي من نوع الريكورد، ابوي ما كان عنده كان قراطيس ومخبه، انا سويت من نوع كتيب صغير اكتب فيه كل شيء، وكان يعني احاول ان اقوم بواجباته، وكان ايام القوس يناديني عشان اسجل كم السلف يسمونها تسقاميه يسلفهم بشرط انه يدش مع القوس، فيسلفهم مثل 20 دينار يعني 200 اللي هو 200 ربية حق الكباري منهم، وحق اللي أصغر لا 10 دينار 5 دينار بالكثير، فإذا دش تسلف هي يوم القوس يدش البحر، ينباعوا المحصلة خمس يروح حق السفينة وتكاليفه، والباقي يأخذ من اللي يسمونه النخذة يعطونه جزء منه، والباقي يوزع على القيس أكثر من السيب، القيص اللي يقوص والسيب اللي يسحب عليه، فقبل أن نوزع الفلوس نقول له أنت عليك 5 ربيات هذه اللي لك وهاي اللي عليك هاك الباقي. أي كنت يعني من النوع اللي أحاسبهم، وبعض الساعات أبوي يسألني يقول يعني 2 × 3 بكم، أقول له 6، قال ايش فيك أنت 5، قلت يبقى تقول 2 × 3 × 6، قال لا 2 × 3 مرتين خذ ها، قلت له لا، أقول له يبقى مرتين خلق، قال لا لا 2 × 3، قلت له لون قل زائد ما يعرفون زائد هم. يعني كانت حياة شوي صعبة التفاهم مع الكبار وإحنا الجيل اللي عقبهم، فكان يقول لي تعال كل ليلة تعال ميلس إيلس وصبق هوا لليون، يبي يكسر نفسيته، يعني ما يشوف روح ان انا ولد فلان والله جيلا، صبق هواء هات ماي، نصبق هواء نجيب ماي، عندهم اول بعد ما في مكيفات، في عارضه خشبيه فوق فيها من نوع البرد ونسمته كذي عشان تهوي اليارسين، مهف من فوق كذا بحبالي كذي حبل طويل نجلس في آخر سمت، وهي يعني عرضها يمكن حوالي 3 أمتار إيه على عرض الميلس تقريبا،
ونسحب مترين ونص ونسحبها ونهدم وتهف عليهم طيح زنود نحن. تعال خل قم خل أخوك يسمح لك يعني. وحياة كانت صدق يعني بسيطة لكن عظيمة وثرية بالرجال اللي فيها بالعمل اللي يقومون به. ما في كلهم يعني كم خلية نحل يتعاونون وعندك يعني العزايم من بينهم ما توقف يعني. هالأسبوع مثل عشاء وغدا عند فلان والأسبوع اللي عند يعني كان اليوشع وكان السادة وكان يعني النعيم كل عوائل الذوادي الكبيسي كان هناك الشعبان يسمونه الكعبي كان كلهم بينهم تواصل. الحين ما في الحين صار كله أونلاين ما في ما حد يشوف الثاني. يقول لك هاي قال لا يا أخو اشتبي أنت بس قول لي اكتب لي واتساب خلاص انقطع التواصل. فهذه هاي الخطورة يعني أن يعني الحمية راحت بين بعضنا بعض. إذا الحمية راحت تفككت تفككوا الناس تفككت الدولة. فلذلك بعض الصعات يعني يعتبون على الدولة ليش يبون أجانب يبون أجانب لأن ما في تواصل صار الأجنبي أقرب حق أصحاب القرار. هي والله وإن شاء الله إحنا لا كل واحد ما يصير لازم نعيد هالألفة هذه. يعني وين أبوي أول عند والله أروح معاه بيت يسمونه اللي في راس رمان هني حجي شو اسمه أول العريبة العريض وعبد الرسول وهذه الروح روح نتغدى عندهم ويونهم ما يتغدون عندنا. ما في حن كل واحد بعيد عن الثاني والبي ياكل مع أهله بس. ولين بيطلعون للرفاع لا يطلع من الليل يبات المنام وتالي يروح الرفاع لأنه ما في يا ما كان على يعني سيارات ما كان في أول بس بعدين يعني تسهلت الأمور. أول كان عند يدي يعني أنا ما لحقت عليه بس كان من أول ما ولدوني كان في جمال عندهم يعني رجاب مثل ما يقولون جاء وخيول كم واحدة وعنده زراعة يم بيتنا زراعة يعني نشوفها إحنا كبيرة فيها برجتين سباح نسبح فيهن طاب وفيها خبر والله الموز والهمبة والباباي إيه واللوز والكنار والرطب كله فيه ما هو يزرعون بطيخ ويح يعني كان وعنده مسوي جدحة ماي ويعني كنا ممتع عندنا إن عندنا برشة سباحة من الحر نطب فيها وناكلها من هالفواكه الموجودة ولين رقد لين راح يرقد الظهر راح نطب ومن يجلس بالعصا نشر يعني كنا نشاقح فوق يعني كانت حياة الحمد لله عشناها بحلة ومرة. الحين الله يعين الشباب الحين كلها مرة الحين إذا ما يتعب على روحه ويدرس ويمارس التدريب المهني في كل شغلة ما ينجح. فالله يعينهم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بصحة وبعافية قزرناها. وما كانت تجربتك في الشورى؟ الشورى إيه كانت حوالي يظن 8 سنوات أو إيه 8 سنوات من 92 ل 2000 كانت حياة يعني بالنسبة لي شيء جديد يعني إنك تقترح أشياء أو بس تتكلم في الأشياء اللي قدامك. فكنا متخوفين يعني هل نقترح أو هو بس نتكلم في أبواب معينة لأن شغلة جديدة ومردودها كان بالنسبة الناس الثانيين زينا أنا بالنسبة لي ما غير عندي شيء لأن يعني كان أظن 1500 دينار لكل واحد يعطونه وهو سيارتي وهو كل شيء عليه. يعني الحين لا يعطون 4500 ومكتب وموظفين وشيل وحط وعنده مستشارين. احنا ما كان عندنا احنا كنا نتعب روحنا يعني ندرس ونطالع الافكار الدول اللي جنبنا الدول اللي جنبنا والافكار الخارجيه ونحاول يعني ننسق بين الاشياء هذه بحيث ان ما نشذ عن القاعده. يعني كانت الامور صعبه شوي مو سهله. الحين سهله الحين قول لي تبي تقول ما عليك ملامه أساس بس يكسب رضا الناس وهو ما يسوي شيء مع الأسف يعني لأن كله أنت عندك إطار يعني ما يصير تخرج عن الإطار. في بعضهم يخرجون عن الإطار في قوانين في كل شيء المفروض يأخذون كل قانون ويناقشونه. الشيء اللي ماشي مع يعني مو مع البحرين مع الجيران تبع لازم تحسب حساب السعودية والكويت والإمارات لأن أنت بدونه ما تقدر تعيش. تشوف تمازج بين قوانين وتأخذ الأفضل.
أما تشذ عن القانون صعب، يعني حتى الدول الكبرى ما بتسمح لك لأنهم يبون المنطقة تظل كما هي. يعني فالله يعين إن شاء الله اللي في مجلس النواب والشورى. صحيح إنه يعني يأخذون مرتبات عالية وكان بعد في تقاعد، وهذه كان خطأ، يعني لأنه هو مو عمل. يعني الواحد يأخذ تقاعد إذا يشتغل 20-30 سنة ويدفع يأخذ تقاعد، هما يعني ما كانوا يأخذون تقاعد ما 4 سنوات ويأخذ تقاعد ما يجوز. عندك 40 مجلس نواب و 40 مجلس شورى ومار البلدي يمكن 40 120، وكل 4 سنوات يمكن يتغير ثلثينهم. أنت وين بتدفع التقاعد مال هذه كلهم؟ صعب، يفلس الصندوق. فلذلك يعني يعطون مكافأة وخلاص، أو مو لازم مكافأة، هذه المعاش اللي يأخذونه هو أكثر من مكافأة. يعني إذا كان مرتبه هو حوالي 1500 أو 2000، أحد بيحصل 4500 وجلستين وخلاص في الأسبوع، يعني هذه أزيد من حقه. وأنا كتبت في هذه يعني في أيام في الأخبار الخليج أنه مو من حق المستلمون تقاعد، وأن المعاشات مبالغ فيها. يعني وما أدري يعني هل المعاشات هي اللي بس سكاتهم أو ما أدري. يعني يقول لك ليش أنا أتحكي في مواضيع وخسر 4000 دينار وين أروح أشتغل في البلدية مرة ثانية ب 1200؟ بس هذا يعني كانت تجربتنا تجربة جيدة، وكان فيها يعني مثل عبد النبي الشعلة ومحمد حسن كمال الدين وفؤاد شهاب، ويعني الله يرحمه نسيت اسمه والله، يعني كان فيه شباب يعني يتكلمون بمنطق وبحجة، يعني وحجة يعني قوية. فلذلك طلعوا إلى وزراء، يعني انتقدتهم الحكومة شافت فيهم يعني أن فيهم الكفاءة، فأخذت مع أساس أنه يعني تحسين مستوى العمل في إداراتهم. والحمد لله يعني البحرين ماشي زين، لكن الفقير بحاجة للاهتمام. الفقير يعني اللي معاش 300 يعني 500-600 ما تسوي شيء. يعني إذا واحد خلنا نقول معاشه 800 دينار وعنده زوجة وولدين، هذه 4 قسمها هذه على دي أجار البيت إذا كان ما عنده بيت، إذا كان عنده سكن من الإسكان بعد بيدفع قسط ويدفع الكهرباء وبيدفع المدرسة مدارس يعني ثياب عياله، ما تيسي. لازم الاهتمام بهالطبقة هذه. أي واحد معاشه أقل من 2000، أنا أقول 1500 إلى 2000 دينار، يعني طبقات لازم لهم يعني مخصصات. يعني هذه من حق المواطن على الدولة، لأنها دولة نفطية والحمد لله فيه خير، وملكنا إن شاء الله فيه خير، وهو أقسم اليمين أن لن يظلم أحد والملك موجود، وأن الملك هو أحق أنه أحن على مواطنيه من أي واحد. ممكن سمعت التسجيل هذه إيه؟ فهذا التسجيل يجب أن يوضع كل شهر في الجريدة. أول شيء أن لتذكرة القيادة، فإن ناس محتاجين والناس تدعي يكون للقيادة أنه اهتم فيهم. هذا أهم شيء أقدر أقوله. وبالنسبة لما تكريمك أو وسام الأمير؟ نعم، تكريم وسام الأمير نعم الدرجة أظن الثانية، ماري والله ما أتذكر الحين. وبعد في شغلة سويت يعني كانت جدا أنا كنت يعني أحبها، لما حوصر العراق عقب الاعتداء الدولي على العراق ودمروا، أنا ومحمد حسن كمال الدين الوزير السابق لا الحين موجود الله يعطيه الصحة والعافية، يعني قلت لازم أروح للعراق. قلت له يعني هو أظن يمكن زوجته عراقية فتعاطف معي، قال خل نروح. فرحنا للأردن وخذينا سيارة 9 ساعات لما وصلنا لبغداد للطلاع على الوضع. كانت حياة مزرية، كان رحنا عن ملجأ العام 2003 اي 2000 ل 2004 اظن 4 3 اعلنوا الهجوم اي 4 و5 والله ما اتذكر. رحنا ملجأ العمرية وشفنا المآسي والمستشفيات، يعني بغداد ذيك اللي كانت درة صارت يعني مع الأسف ناس اضطروا وناس يالسفية، المدارس مهدمة، رحنا حق التلاميذ حالتهم حالة مزرية، الدينار ما له قيمة، السيطرة على جوانب الشارع توقفنا انتم من وين رايحين، يعني
كل في وجه صفوف وعرفناهم نفسه ورحبوا بنا. ورحنا لما رحنا هناك شفنا المآسي ويبنا نقلنا هذه الصورة إلى الأمير رحمة الله عليه الشيخ عيسى ورئيس وزراء رحمة الله عليه الشيخ علي بن سلمان، فقال بارك الله فيكم، ويعني إحنا ما نقدر نطلع عن الإجماع العربي والدولي لأن الوضع يعني مثل ما تعرفون، والكويت تعرضت إلى هجوم وهجوم سيء، فإحنا ما نقدر نسير شيء، شيء أنتم بتسوونه سووا، إحنا لنا طرقنا الخاصة. فرحت دبي وكلمت واحد اسمه عنده سفينة جبل علي اسمها، فقلت له يا أخي هاي سفينة ركاب، شو رأيك تأجرني إياها؟ قال أحترك وين متودي؟ قلت له بروح العراق، بودي مسافرين من البحرين للعراق. قال لي العراق؟ أنا أول بهالشيء هذه، تأجرها غالية عليك، هاي أجارها في اليوم كذي. قلت له إيش تقدر تسوي؟ قال باخذ أنا باعلن في دبي وبني البحرين، واللي يبي يسافر ياخذ تذاكر. قلنا بالسيارة وشخطناها للعراق. والله ورحبوا بنا هناك وجلسنا أظن أربعة أيام ولا خمسة أيام. ما خلونا ندفع، قلنا لا إحنا ما نبيك مدة، قالوا لا ما تدفعون هذه على حساب الدولة، أنتم ضيوف. فكنا احنا مودين يعني بعض المبالغ فوزعناها على التلاميذ في المدارس، رحنا مدارس بنات وهذه وزعناها قبل نسافر. ولا اظن مدير تيم المدرسه جايين عندهم هذه، نعم قال رجعنا خذوا الفلوس. اي لا هاي حق البنات، قال لا لا الدوله ما ترضى، خذوها رجعوها. عندهم انفه يعني عزه نفس، احنا مو فغارة، ترى عندنا خير، بس المجتمع الدولي مضيق عليهم بالحصار، مع ان حالتهم كانت مزرية. المهم خذيناها وزعناها على تخبر اللي يساعدونا وذاك وذي، ورجعنا البحر. بعدين المركب مشي كذا اظن رحلة، وبعدين ما ادري ليش توقف يعني، بس ما ادري صار توقف انا لان صارت ضغوطات علي، حتى يعني ليش انت متعاطف مع صدام وهذا؟ قلت مو مع صدام، صدام شخص، صدام ما بيصير شيء، متعاطف مع الفغار ذيل، حالتهم تشوفوا شلون. المهم يعني الحمد لله سوينا اللي علينا، ويعني هاي كانت بعد من الاشياء اللي انا كنت اعتز ان انا سويت. اهم الشخصيات اللي اثرت في حياتك؟ اهم الشخصيات اللي اثرت في حياتك طبعا اول شيء جدي جبر، جدي جبر سلمك الله، هو ولد في قطر، وكان لما ولد كان مسلم حكم قطر، ف وكان عندنا سلمك الله في هناك في منطقه اسمها الحويله، الحويله هي تبع المسلم ومقر الحكم، صار اظن شجار بين العائله نفسه، فأمه خذته مع مجموعة من أتباعها وياو البحرين، وحاكم البحرين الله يجزي خير أظن حمد رحب بهم وقال لهم هذا حياكم في الحد هني ممكن السكن. فكان يدي عمره 8 سنوات ومع أمه ومع بعض المجموعة من المسلم اللي شردوا خايفين من القتل، لأنه صار قتل قبلين بينهم طائفتين، هما يسمونهم الياسر والمهنة، احنا المهنة يا وشردوا هني والياسر تموا هناك. فيه هني شاب صغير لكن كان طموح، ما يعني استسلم وقال خلاص أنا كني مطرود وأنا ذا، تم يشتغل في أعمال يعني تموا التسبب، يشتري شيء ويبيعه، يشتري قماش ويبيعه، يشتري لؤلؤ ويبيعه. فنجح في هالعملية، نجح وشرى سفينة صغيرة للقواصة، الله بارك له. بعد شرى الثانية والثالثة، وصار بعد في اسمه حصباء يسمونه اللؤلؤة الكبيرة، اشتراها عند واحد ما أعرف والله حوالي ما أذكر يعني 80,000 ربي ذيك الساعة، وباعها على واحد 200,000 200,000 وين؟ وهذاك باعها بعد على واحد فرنسي، كان يجي واحد فرنسي يشتري اللؤلؤ ويودونه هناك يبيعونه في أوروبا.
ووالد يابر يعني جات الفلوس وشرى زراعة في أم الحصن هني كبيرة، وين مركز شرطة أم الحصن وراها هني في مسجد بعد هني بس قديم كلش، وكان في بركة سباحة وفي يعني جميع أنواع الفاكهة والخضروات والأرطب. كنا احنا نيجي واحنا صغار نتسبح هني في الصيف لأن حر، ونرجع الحد في الشتاء، أو بالعكس في الشتني هني وهناك نرجع في الحد في الصيف لأن عندهم أعمال الغوص تبتدي. فصار عنده ثروة أبو يابر يعني، وكان يسمونه الشيخ يابر في ذاك الساعة لأن بحكم كان هو شيخ في يعني ولد شيخ في قطر، شيخ مو شيخ دين لا، من العشيرة هنا. فهني لأن ثروة عنده، وكان عنده حوالي 20 سفينة وثلاث وناس يعني يشتغلون عنده، فسموه شيخ يابر شيخ يابر. وكان عنده بيت كبير في الحد، ومثل ما قلت لك مزرعة عود وميلس كبير، وكان يجونه الخليفة الحكام وهذا يزورونه في يعني في المناسبات، وهو دائما يروح حق حاكم البحرين يعني أسبوعيا كانوا، وكان هو سريع البديهية والنكتة وحبه، وكان يسافر مع بعض الخليفة للبنان، ويعني وكان رجل عصامي وتزوج أكثر من يعني تزوج أول واحدة تالي الثانية، وخذ يعني واحدة لما تتوفى ويطلقها خذ 9 وصارت عائلة كبيرة. الحين موجود يعني من أحفاده يمكن ما أدري يمكن 180 200 ما أدري والله. أي فالحمد لله على كل حال. يعني فهذا تمت في الذاكرة، وكان شخصية قوية. بعطيك الكتاب أنا عندي هنا، سويت كتاب باسم شيخ الفريج، ما قدرت أسمي الشيخ جبر لأن أساس أنه ما تصير حساسية، فسميته شيخ الفريج. في تاريخ المسلم كله من كانوا في لحسة، أول كانوا يحكمون في الأحسة المسلم كانوا. أي بعدين هاجر في الأحسة حكموا حوالي 180 أو 85 سنة، راحوا صار تصادم هاجروا إلى قطر وخلوا مزارعهم للحين باقية، في مزارع للمسلم موجودة بس في بعض الناس استولوا عليها لأنها قديمة وباعوها، لكن قدرنا نحط يدنا على بعض المزارع، وحن في طور إن شاء الله يعني نخلصها، بس تبي لها مدة يمكن حوالي بعد سنة وتجهز الوثائق. مو كبيرة يعني يمكن 40% راح أو عفوا 60% راح، بقى 40%. فأنا تأثرت بشخصية أبو يابر قلت لك لأنه يعني كان رجل عصامي ولا شخصيته، فحاولت يعني أسوي شيء اللي أقدر أسوي، لكن ما توصل لأن بحكم الأجواء تغيرت، طبايع الناس تغيرت، ما عادت الأشياء كما كانت. لا حين كل إنسان له شخصيته يعني مهما كان. أول كان الفقير ذليل مع الأسف، كان يعني كله مكسور الخاطر، حلا تلقى لو فقير لكن عنده عزة نفس. يعني الدولة بنت الشخصية البحرينية، تلقى لو فقير عايش مستور وأحسن لباس إذا يقدر وكل شيء، لكن داخليا مكسور. فهذا اللي أتمنى أن الدولة تنتشل الفقير يعني تخصص له مخصص، خصوصا أصحاب الرواتب المتدنية يعني. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ترتيب كنت الأول بين أخوانا؟ لا، في احنا 12 ولد وست بنات. 12 ولد. أي هاي من أبوي. أنت من أي ترتيب؟ في عندي أخوي الأكبر جاسم، وتالي أحمد، وتالي عبد الله، وتالي بنت، وتالي ياسر، وتالي أنا السادس. وعندي بعد خوات أصغر مني وأولاد أصغر مني. مثل عيال كم عيال أبوي؟ لا أنت. أنا 10 الحمد لله. 10. أي نعم، 7 بنات و3 أولاد. الله يخليك. كان الاثنين بعشر الثاني عيسى وعبد العزيز. عبد العزيز ما حلم. إيه عيسى في الخارجية يشتغل، وعبد العزيز في الحوض الجاف. إيه ما بقى هني، بقيته معاي قال لا أخاف تهوشني وتهوشنا حتى في البيت يوصل. إيه بنتم كلها يعني ها حاط الثاني حاط في خاطر على الأول. فالحمد لله محمد لكن ما شاء الله عليه
درس في أمريكا وخذ شهادة CPA في الحسابات، فهو ماسك كل شيء والحمد لله رجل رزين يعني متواضع، والله يبارك فيه إن شاء الله. فهو استلم كل شيء، هو الرئيس التنفيذي شركة يوكو. أنا أي بس يعني تقريبا أول شيء أقزر وقتي ورتب أوراقي القديمة استعدادا للسفر إن شاء الله. السفر؟ لا يعني لا إن شاء الله. لا لا شو، لا لا بس الحمد لله بعد الواحد شبي خلاص نعمة من الله، صحة وعافية وخير، والحمد لله اللي سويت خير إن شاء الله ننذكر بإذن الله إن شاء الله. فأهم شيء الإنسان، أنا أوصي كل واحد إن إذا عنده خير، طبعا الأقربون أولى بالمعروف، يعطي عياله وأهله، لكن يعني في الفلوس خليه في البنك زينة حق الاحتياط، لكن الفلوس تروح لو البنك انكسر راح. يشتري كم حق عياله، كم من أرضه وعقار. هذه وصية الله يرحمه حجي حسن، يقول يا أبوك العقار، يا ولدي يقول يا ولد العقار يمرض ما يموت، لكن الفلوس تموت. الفلوس إن خليتها عندك تطير، وإن خليتها في البنك انكسر البنك راحت. ثبته في شيء وسو خير، وهو سوى خير وايد الحج حسن رحمة الله علينا. كان ودي شاله يعني سوي من نوع المطعم يقدم وجبات يعني خصوصا في رمضان، سويت بس بعدين شفت صعبة. يعني كنت اللي يسوون هذه القوزي ما يسمونه صحون، نسوي قنشة قناج حوالي 20 قنشة ونصفهم ويأخذونهم. تلقى لا يجون ناس هي ولده ولد خالها ويأخذون كلهم. إيه بعد ساعات أقول وين تجيني البيزات؟ يعني صدق الشركة تعطيني، لكن إذا استتاجر في الأراضين يا أشتري اليوم أبيعه باكر كذا 1000 زيادة. شنا بس تنكت علي توفيق من الله. أنا يعني يجيني واحد تعال يا أخوي هذه أرض بيبيعونها خذها زينة، لا يا الله. يجيني واحد ثاني إيه أخذ 3-4 وأبيعها. يعني سبحان الله تي بس تيك الخير، يجيك أعمل خير تجد خير. والله يعني الحمد لله.